ما هي أفضل طريقة لحماية ورق الذهب لعدم تأثره بالعوامل الجوية؟ ما هي أفضل طريقة لحماية ورق الذهب من التجرح عند الاحتكاك؟ كل ده وأكتر هنشرحه في الفيديو، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هنشرح إزاي لزق ورق الذهب، وزي ما ورينا حضراتكم إزاي لزقنا ورق الذهب وإزاي الموضوع كان شغال وإيه الطريقة الصح وإيه الطريقة الغلط لعزل ورق الذهب، وإزاي نعزل ورق الذهب في مكان مقفول، وكنا لابسين جواندات إزاي، وشرحنا لحضرتك كل حاجه، ما خبيناش حاجه على حد. النهارده باذن الله هنشرح ازاي نعزل ورق الذهب، عشان طبعا ورق الذهب من النوع اللي هو بيأكسد، فلازم يتعزل ويتعزل صح. طبعا افضل طريقه لعزل ورق الذهب الماده اللي نازله معاه. الماده اللي نازله معاه يا جماعه هو ورنيش السينيه. ورنيش السينيه يعتبر اغلى حاجه وانضف حاجه لعزل ورق الذهب وحاجه كويسه. طبعا احنا حضراتكم بنلزق ورق ذهب تركي، ما بننزلش ورق ذهب صيني ولا فرنسي. طبعا الفرنسي سعره غالي جدا، فالتركي سعره كويس محترم وبيدي نتيجة كويسة. فالحمد لله عزلنا ورق الذهب زي ما انتم شايفين كده، حطينا رشينا وش ورنيش سينيه ورشينا وشين. طبعا في ناس بتدهن بالبرشة وفي ناس بتدهن بجا، احنا بندهن تملي بالكمبروسل زي ما انتم شايفين كده. الفن شغال بيدهن بالكمبروسل، بيدي وش واتنين لعزل ورق الذهب، لازم ان يتعزل صح يا جماعة. نيجي بقى لأهم حاجة ودي المهمة، لازم يا جماعة نحمي ورق الذهب إذا اتخبط ما يتجرحش. ده احنا بنعمله ازاي؟ بنجيب حاجة اسمها ورنيش. الورنيش دوت 2 في 1، الورنيش دوت بيجي مفهوش مخفف خالص سنار. الكيلو عليه نص كيلو مصلب، وبنبتدي نديله وش واتنين على ورق الذهب وعلى الشغل اللي احنا شغالين عليه. ما بيجرحش في البوهيه ولا بيجرح في ورق الذهب، وبتدي حمايه كويسه لا قدر الله حصل اي خبط او اي تصادم ما بيتجرحش. فطبعا ديت حاجه لازم نعملها كويس، ولازم نعملها بطريقه كويسه، لان دي حاجه هتقعد سنه واتنين وتلاته وعشره زي ما احنا قلنا لحضراتكم. وقلنا هنعمل كمان فيديو بإذن الله نشرح فيه إزاي العينة بعد ما اتشطبت وشكل العينة بقت إيه والموضوع بقى عامل إيه. بس أنا شايف ملوش لازمة إن احنا نعمل فيديو كمان، لأن هو كده كويس قوي. العينة احنا هنصورها لحضراتكم بعد ما اتشطبت وبعد ما خلصت، وهحط ضفري برضك عشان أوري حضراتكم إزاي إن الموضوع عند التصادم ما بيحصلش احتكاك، وهوريكم الموضوع بقى عامل ازاي وهوريكم الفينش. المهم يا جماعه انا عاوز انوه لحاجه تانية ان شاء الله. طبعا انا شايف الحمد لله يعني كان في مشاهدات كتير على الفيديو، وفي ناس علقت وفي ناس عملت اعجاب. احنا عايزين يا جماعه عاوزين القناه بتاعتنا تبقى قناه عالميه، وتوعي الفني وتوعي العميل. فيا جماعه يعني ان شاء الله باذن الله هنشرح مجموعة فيديوهات ازاي نصنع السلم الالومنيوم من اول ما نصممه كتصميم، وبعد ما هو تصميم ازاي الراجل بتاع القايمة بيدق فيه وبيشتغل فيه، وازاي بناخده نصبه الومنيوم، وبعد ما ناخده الومنيوم نصبه، بعد ما نصبه الومنيوم ونجيبه وننضفه بننضفه ازاي، وازاي بنركبه في الحديد، وازاي بنشطبه، وازاي بنحميه برضك، وازاي بندهن وبنشطب، وكل حاجه ان شاء الله. فدي كلها هتبقى مجموعه فيديوهات باذن الله. فياريت يا جماعه عاوزين بقى ايه، يعني عايزين الناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه وتفعل في زر الجرس، وعاوزين تفاعل من حضراتكم اكتر، لان ديت حاجات هتنفعنا ان شاء الله كلنا. وبرضك احنا عايزين حد برضك، لو في حد بيشرح برضك وفي حد عنده مواصفات افضل يا ريت يبعتها لنا او يقول، واحنا ما فيش مشكله ممكن ناخد فيديوهات ونعرضها بردك عندنا، وبردك هنحط رقم تليفونه وما فيش مشكله يا جماعه، احنا ما عندناش مشكله. المهم ان احنا كلنا نستفاد من العلم.
احنا عاوزين تبقى قناة عالمية مش قناة تسويقية بس. طبعا احنا بنتكلم في مجال في الفورجي ومكان الحديد المشغول والألمونيوم المشغول، أي حاجة معدن مشكلة احنا هنشرحها إن شاء الله. فتابعونا يا جماعة، وإن شاء الله بإذن الله هنوريكم حاجات هتعجبكم، وحاجات إن شاء الله هترضي جميع الأذواق، وحاجات هنستفاد منها كلنا. ولو في أي تعليق أي حاجة انتوا شايفينها قولوا، ما عندناش مشكلة. زي ما قلت لكم يا جماعة، احنا مش محتاجين ان احنا نعمل فيديو تاني قدام حضراتكم العيلة اهيت، والمستوى اللي احنا وصلنا له الحمد لله يعني حاجة تشرف وحاجة 10 على 10. تمام يا جماعة. طبعا ده بعد العزل وبعد ما شطبناها وغلقناها، فانا هوري بس حضراتكم المدى الاقتضائي الموضوع ما بيحصلش فيه تغيير ازاي، وازاي وصلنا للمستوى ده. ده يا جماعة ورنيش بيجي من عند الموان، مش الموان، بيجي من عند الرابط بتاع المويه الفرن. بنحط الورنيش ده زي ما انتم شايفين، انا بجرح بضفر اهوت ما بيتأثرش. طبعا قبل الورنيش اللي احنا حاطينه اللي هو يهزم عدم التجريح ده، حاطين وشين او 3 سنين. تمام، فده المستوى اللي احنا وصلنا له خلاص. وزي ما قلت لحضراتكم احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل مجموعه فيديوهات ازاي بنعمل الحاجه ديت من اولها لاخرها، اذا كانت حديد، الومنيوم، قسطن، اذا كانت هاند ميتال يدوي، ايا كان. يا جماعه يا ريت يا ريت زي ما قلت لكم تعملوا اشتراك في القناه. يا ريت يا جماعة زي ما قلت لكم تعملوا اشتراك في القناة عشان كل جديد يبقى عندكم أول بأول. طبعا ده قسطن ألمنيوم، ده صب ألمنيوم، ده خراطة، هو موجود منه في السوق بس احنا بنقطع علينا عشان يطلع من النظافة ديت وتطلع من الحاجة دي. ده برضك موجود في السوق بس احنا برضك بنعمله على ايدينا عشان يطلع مظبوط. ده شغل الليزر يا جماعة، ليزر 16 مللي، ده برضك ألمونيوم. احنا عندنا هنا مش لاحمين البلية دي، لا احنا حاطين مسمار من فوق، وهخلي كريم دلوقتي يقرب لحضراتكم ويوريكم ازاي مربوطة. تمام، كل ده يا جماعة ألمونيوم مع حديد، كل ده من زوج ورق دهب، كل الدهانات معزولة ان هي متتجرحش. يعني حضرتك لو خبطت عليها الضفرة ولا في ايدك اي بول عاديه هتبص ده بتتجرح، ده ما بيتجرحش يا جماعه. الشغل ده متمرن 15 سنه ضد التجريح، ضد ان هو يغير شكله، الورق ده ما يتأثرش بالعوامل الجويه. وهسيبكم مع العينه وكريم هيصور كل حته فيها ويقرب لكم ويوريكم المستوى. معلش انا مغلفها بس هي لازم تتغلف عشان التراب. خش يا كريم. هات المسمار نفسه، مش المسمار نفسه، المسمار اهو يا جماعة، ربطه وحل. ده برضه شغل خراطة يا جماعة، اهو ده شغل خراطة. ورق الدهب مغيرش يا جماعة، ورق الدهب زي ما هو. احنا طبعا بقالنا كام يوم في المشينة، بقالنا دلوقتي يجي اسبوع ما غيرش الحمد لله. كريم بيصوركم حتة حتة عشان الكل يستفاد. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية زي ما احنا قلنا انا اشرح لكم ازاي من اول ما نصمم لغاية لما بنوصل للفينيش ده في فيديوهات كاملة. صب ألمونيوم او هاند ميتال يدوي او شغل خراطة على المخرطة، كل ده احنا هنصوره لحضراتكم وهنحطه بين ايديكم. بس يا ريت يا جماعة تشتركوا في القناة زي ما قلت لكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم إبراهيم عراقي، قناة أرت فورجيت.